جيش تحرير الشعب الصحراوي يواصل قصف تخندقات قوات العدو لليوم 86 على التوالي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أهلا بكم. تواصل وحدات جيش تحرير الشعب الصحراوي قصف تخندقات قوات العدو لليوم 86 على التوالي، حيث نفذت هجمات جديدة استهدفت من خلالها جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي التي تعيش تحت رحمة القصف المتواصل حسب البلاغ العسكري رقم 86 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني. وزارة الدفاع الوطني، بلاغ عسكري رقم 86. بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صدق الله العظيم. نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت من خلالها جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربية التي تعيش تحت رحمة القصف المتواصل. وقد شهد يوم أمس ونهار اليوم تنفيذ هجمات مكثفة قادها أبطال جيشنا الميامين، وحولوا من خلالها مساحات واسعة من جدار العار المغربي إلى دمار. وخلال نهار اليوم السبت 6 فبراير، قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة حفر وتخندقات العدو في المواقع التالية. قصف عنيف استهدف قواعد جنود الاحتلال بمنطقة عظيم مجلود بقطاع أوسرد، وتمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة. قصف عنيف استهدف مواقع العدو بمنطقة قلب الظليم بقطاع تشلا. قصف مركز استهدف مواقع قوات الاحتلال بمنطقة روس الشاظمية بقطاع المحبس. قصف مكثف استهدف جنود العدو المتخندقين بمنطقة مدقم بقطاع البقاري، وتمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة. قصف عنيف استهدف تخندقات قوات العدو في منطقة قرارة الحديد بقطاع الفرسية. قصف مركز استهدف نقاط تواجد جنود الاحتلال بقطاع القلتة. وتتوالى هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين مستهدفة حفر وجحور جنود الاحتلال المغربية الذين تكبدوا خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الذل والعار. وحرب التحرير تضمنها الجماهير.